مسكين تا هو واحد 1971 خد الصداع روحه، بقات الوالدة عندها سبعه الخوت. جات 1948 مع الباس راسي هي كاع شريفيه. الوقت اللي مشات دارت الورقه ديال المزوار وتسجل داك الشيء نص الشهاده وشدت الشرف ديالها وشدت الميثاق الوطنيه والورقه ديال المزوار ديال نص الشهاده، والحمد لله اللي اعتبرت براسها غادا الحمد لله. وجا الاب ديالي قال لي بنيتي انا كنصحابك متي، وانا راه تزوجت ثلاثه العائلات، تزوجت ريفيه، تزوجت فاسيه، وتزوجت جبليه، ومك علويه. طيب معقول هادشي اللي قال معقول؟ كله معقول تبارك الله. مهما قلت لي قال لي بنيتي انا كنصحابك متي، نعطيك واحد 400 عطا 400 من جا خويا. قال لي دابا انت وليتي بحال القرقوره، وهي هي الوراق اللي عندك ديال جوج التحرير وراس الكلب مينيتي هادشي كاع ما عندنا. حنا عندنا لا كارت بلانش وعندنا الوراق ديال الشرف، وكاين اللي محامي، كاين اللي كيدير لا موزيك، ودا مليل اختي انت وليتي بحال القرقوره. صافي انا كنقول شي حاجه مزيانه معقوله، ماشي كنلعبو انا كنضحكو. اش كتقول في هادشي يا سي طيب؟ ماشي معقول بلاتي، مكنكذبوش حنا السي بلاتي. دابا اش غادي المعقول؟ اش كتقول في هادشي يا سي طيب؟ كلامو معقول. مهما الحمد لله الوالد الاب ديالي مسكين اللي قال لي تمرينا بالوقت الاستعمار وجاهدوا على ارضكم وبلادكم، والاستعمار غادي مخرج وجاهدوا باموالهم وبنفسهم وباولادهم. محمد الخميس اللي كان في المنفى والناس جا رحل مسكين ابراهيم الرودي وكافحوا بخدمه الجليل وخدمه مقيمه، ولا خلاوا الناس المجاهدين المحاربين القدماء ولا خوف عليهم ولا يحزنون. محمد الخميس هو ابو هذه الامه اللي مشى للمنفى ولا لا غريبه ولا لا نزهه ولا لا مينا وحسن الثاني ومولي عبد الله وعبله اللي معاه، ومحمد الخميس قدس الله ورحمه الله وغمض الله لي فتح الافتتاح ديال هذا المغرب وعلى الفاسي وبن بله وسرقتوني وزيدنا ماشي. اش كتقول في هادشي طيبي؟ كلامه معقول كله والحمد لله. وحنا هنا احنا على كل حال الناس اللي خدموا هذه البلاد وخدموا لهذا الوطن اللهم لك الحمد، خدموا خدمة جليلة وخدموا وجعل الله إخواننا خير ونور في الأوطان ولا يخليوا الخاوة وجعل الحق والعدل بعيني تفتح هذا الزمن ونشوف هذه الكاملة الشرعية. هاد الناس الحمد لله اللي كافحوا حي المحمدي كريان سنترا من طنجة إلى الهويرة حي المحمدي، وهاد الناس هادو اش كتقول في هادشي يا سي طيب؟ كلامه معقول المهدي والله الذي لا إله هو هذاك الساعة.